رح نشوف مشاهد من مناطق لبنانية تحت الثلوج. يعني هالطقس البارد بكل المناطق خاصة الجبلية بالبقاع وتحديدا ببلدة تربول. هلا بعت لي أبونا عبد الله عاصم، وجه له تحية بيتابعنا كل يوم، أنه بالليل وصلت الحرارة لناقص 5 وهلا ناقص درجة، والجليد أكيد على الطرقات بعده لهالوقت، فبردنا على الخبرية. أكيد الله يحميكم. بناخذ كمان اتصال. ألو، صباح الخير. صباح النور. بدي احكيك اول شيء صبحكم بالخير لكم انتم وللمشاهدين. ميرسي مدام، تفضلي. لما اللي بيعرف رئيس المكلف بيعرف ربط الخبز قديش حقه، ساعتها بيألف الحكومه. لما اللي بيعرف كل المواد الغذائيه قديش اذا بيدفع حقه هو بيألف الحكومه. بس ما بيعرفها، هو ما بيدفع، والزعماء كلهم ما بيعرفوا قديش عم تدفع العالم وقديش عم تعاني من بس من الماديات، من عدا شيل الكورونا على جنب. صحيح، معك حق 100%. ما عم بينزلوا بين الناس وشوفوا الاسواق شو عم بتعاني والناس شو عم بتعاني. شكرا لاتصالك مدام. بدنا نقول صباح الخير لجورج، وصباح الخير لوديع ببوسطن، سمير بدبي، وكمان جورج بفيترون. نحن وياكم كمان رح نشوف مناظر للمناطق اللبنانية، خليكم معنا. نعم، هيدي الصورة بلبنان بوادي الصليب بالقليعات، حيث تكتر يعني جمعيات يلي بتقصد المشي فوسير بالطبيعة والناس أكيد مع عائلاتها عم بيروحوا لهيدي المنطقة يتمشوا ويتعرفوا أكثر.